ولدت من جديد حينما رأيت ذلك. طفل بريء يمشي ليلا والظلام حالك، يمشي وحيدا خائفا وضوء البدر ساطع، وحيد لا صديق له في أرض رب ضائع، شجاع لا يهاب شيئا خلته كفارس، فلا مأوى يأويه من ضرار البرد القارس. طفل يغطي جسمه بعض من القماش، أحلامه تبخرت مصيرها التلاشي، اليوم بارد والليل دامس ظلامه، والطفل شارد وقد تمزقت آلامه، صغير في نظير العمر عقله كبير، فأين من يحميه أو من البلوى يجير؟ فراشه التراب قد توسد الصخورا، وكل من رآه لم يكن به فخورا. سألته أما من نور في الحياة، أما من بسمة قد تذهب المعاناة؟ أجابني بحسرة ودمعة سيالة، بنظرة حزينة فتسمع مقالة، فتسمع مقالة. دعوني أحكي ما ببالي، أحكي ولا أظن أن منكم من يبالي، أحكي ولا أسيء في كلامي، بريء لكن لا يرى غير الظلام، وحيد في حياته ولا مأوى يأويه، ولا أما تضمه ولا أبا يحميه. قلوبكم تفتتت وصارت كالحجارة، ضميركم غفا فأردتكم القرارة. دعوني كل ليلة دوما ألقى العذاب، ظلام الليل موحش والذئب ذو أنياب. نظرت للسماء لم أجد غير السواد، فاكتفيت بالبكاء ما دهاك يا بلادي. تركتني أعاني وحدي في دجى الليالي، حتى الجماد يقشعر فالمكان خالي. وقد سألت الدنيا لما لم تسعفيني، لم تسمعي كلامي حين قلت ذمليني. أبيت أن تضمدي جروحك في قلبي، في العسر لم أجدك أطفأت نور دربي. شربت كأس اليأس والأسى خلف الستار، ناديت الهم راجيا أن يأتي للتضاري. أردت ابتسامة لكنها توارت، أريد أن أواصل لكن قواي خارت. ترون بالبصر ولا ترون بالبصيرة، بعد الحياة موت أيامنا قصيرة. تركتموني وحدي من فضلكم ذروني، وواصلوا حياتكم ببسمة من دوني. ألم تروا براءة تريد أن تطير؟ ألم تروا وجه الغدا عبوسا قمطريرا؟ ولن ألومكم فربما هذا ابتلائي، إن لم تروني حيا فأكتب رثائي. والحبر دمعة تسير قطرة من خدي، قد عشت عيشا ضنكا ولم يكن بودي. رجال الحق قالوا الصابرون نالوا، والذهن حامل لما لا تحمل الجبال. وقد جفت عيوني من كثرة الدموع، وما نسيت ربي في سجودي أو ركوعي. حياة اليوم مزحة كوردة مسمومة، نظرت دوما للسماء كي أرى النجوم. لا تلومني إن كنت أكثرت الصراخ، فحالي حين قطعت أوتاره تراخى. من جاءني رحيما بذلته احتراما، لكنكم لم تفعلوا كي تفعلوا الحرام. والراحمون رحمة من ربنا تأتيهم، أطفالكم أمانة من السماء فحميهم. وها أنا حدثتكم فلتفقهوا كلامي، رسالتي مكتوبة بدمعة الأيتام. طبعا اللي يسألون عن الانترو، الانترو تحوشنا على الانترو، مسح الفيديو تحوشنا عليه، لا حد يدق علي بكم يدق علي، ادب لك اطور لان تحوشنا وخلاص ما ارجع لو شو يصير، لان انا الشخص يعني نحن الكلمين عنه الله يسامحه ويسامحه انسان ما راح تحكم اياها. المهم اليوم جايب لك في أفضل أي في، أنا أقول لكم أنا ما أخذ شخص، بس أي في أنا أسوي فيه حركات بركات حركات وضبطت وبنزلها لكم إن شاء الله. وبس أي في بقول شغلة يعني اللي أنا مقطعت سبحان الله، بكرة يعني اليوم الثاني إلا جاني يوم لابتوب لابتوب واحد من ربع واحد من ربع ولابتوب لابتوب جاني يعني مو مالي مال شخص قريب لي. قلت له عليها لابتوب، قال لي عادي و يعني قريب منه يمكن يوم يومين بس. الصوت ما كان واضح، اسمحوا لي لان لابتوب جديد ان شاء الله ادور لي مايك اضبط نفسي فيه. وشكرين على الشغف وعلى علي الحين يسأل عشان عدلت ترى رابط الفيديو سوري رابط الفيديو تحت طبعا بالدسكربشن الاصلي، واللي ذكي يفهموا عن الصورة أنا فوق. أيوة في لا الصوت لما ذكي يقول تجنون الصوت هي صافي يعني الآن وأنا فعجبني الأغنية يعني حطيتها فيب. شكرا على الرأي وسلام عليكم، باي.